المرحلة الآنية هنالك خطط استراتيجية تتضمن موضوع إقامة هذه المراكز المشتركة ما بين العتبة الحسينية وكذلك مديرية الشباب. العتبة الحسينية المقدسة حقيقة بعيدة عن الاستثمار المادي، هنالك تركيز على بناء المنظومة الفكرية بشكل يتناسب واحتياجات الشباب. كل ما تقدمه العتبة الحسينية المقدسة هو مجانا إلى الشباب، والإمكانيات إن شاء الله ببركة مولى أبي عبد الله الحسين هي متاحة، ونمتلك بفضل الله سبحانه وتعالى الهمة والطاقة والإخلاص في خدمة شبابنا وفي خدمة مجتمعاتنا، وإن شاء الله في قابل الأيام نضع خطط استراتيجية بالتعاون مع الإخوة تتضمن العديد من البرامج التي توسع دائرة الأنشطة في محافظة واسط. ارتأت مديرتنا كونها بتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة بتوقيع بروتوكول تعاون، يتضمن هذا البروتوكول إن شاء الله تطوير أولا كادر المديرية من موظفين ومدراء منتديات ومدراء ملاعب وقاعات، وكذلك رسل الحسين. هذا البرنامج يشمل 20 شاب كل شهر إن شاء الله، 20 شاب العتبة الحسينية يدخلون في دورات تطويرية تقويمية لتخريجهم إن شاء الله يكونون قادة في المستقبل، وكذلك رعاية بطولات بخماسية الكرة من قبل العتبة الحسينية المقدسة.